نفسه إلى أن يكتب هذه الكلمات التي سيلقيها عليكم الأستاذ العريسي الذي يعتبر من طلبة الأستاذة المحتفلة. في كلمة مختصرة جدا أقول شكرا للجنة المنظمة لهذا الملتقى العلمي المبارك الذي تحضره نخبة متميزة من أهل الفكر والثقافة والقانون لمناقشة موضوع حقوقي متخصص له أهميته القانونية والمجتمعية في سياق تطوير الترسانة القانونية في مجال العقار بلادنا. واستجابة للدعوة الكريمة التي تلقيناها من الدكتورة جميلة العماري المحتفى بعطائها العلمي في هذا الملتقى، عقدت العزم للحضور معكم والاستفادة من العروض والمحاضرات التي ستقدم بحسب ما يسمح به الوقت، إلا أن الظروف والتطورات والاجتماعات المكثفة المخصصة لمتابعة مجريات نهاية السنة الجامعية حالت دون حضوري إلى فعالية هذا الملتقى العلمي المبارك. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم ولو كتابة عن تقديري الكبير لنخبة القانون والقضاء ببلادنا وأسرة الأساتذة الباحثين في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة المغربية، ثم للمشاركة ببضع كلمات معبرات في فقرة تكريم أستاذة جامعية وخبيرة قانونية متميزة تستحق كل تقدير واحترام، عرفتها بعطائها العلمي الغزير وطنيا ودوليا من خلال محاضراتها الأكاديمية وتقديم ومناقشات الأطاريح الجامعية وتمثيل المغرب في الملتقيات العلمية والمحافل الدولية المتخصصة، كما عرفتها عن قرب بتجربتها الإدارية والتدبيرية المتميزة بمديرية الموارد البشرية في التعليم العالي، متمنيا لها مزيدا من الرقي والتوفيق والعطاء في مشوارها المهني والأكاديمي. أتمنى لهذا الملتقى كامل النجاح وسلامي لكل المشاركين في هذا الملتقى العلمي المبارك الذي يكرس قيم الوفاء وثقافة العرفان في الحرم الجامعي والأكاديمي المتميز. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد كاتب الجولة.